أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث. نناقش ونحلل آخر المستجدات ومستجدات الفترة الأخيرة، مهمة وحرجة ودقيقة. لهذا السبب أرحب بضيفي من قطاع غزة الأستاذ طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي، لنقاشها وإيانا. تحياتي أستاذ طلال. أهلا بك، تحياتي. كالعادة أستاذ طلال، نذهب سريعا لأبرز ما تداولت الصحف لهذا اليوم ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش، لنتابع. نبدأ هذه الجولة بأبرز ما جاء بالصحف المحلية ومن جريدة القدس. عشرات الآلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد عرفات جرادات، وقع على إثرها مواجهات عنيفة أدت إلى عشرات الجرحى بالرصاص، بينهم فتى جراحه بالغة. وفي عنوان آخر، السيد الرئيس يقول إسرائيل تريد الفوضى ولن ننجر إلى مربعها. إلى الحياة الجديدة، قضية الأسرى تتحول إلى حراك عملي في الشارع، والأمم المتحدة تطالب بتحقيق محايد في استشهاد جرادات. من صحيفة الأيام نقرأ إصابة فتى بجراح خطيرة بالرأس في بيت لحم، ونقلت عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله التصعيد الإسرائيلي يسعى لوضع العراقيل أمام زيارة أوباما. ننتقل إلى أهم الصحف العربية نستهلها من الصحف الأردنية، ومع الدستور إسرائيل تخشى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. أما الغد فكتبت مخطط إسرائيلي لتوسيع السيطرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل. نبقى بالصحف الأردنية ومع صحيفة الرأي، حماس تقول نتابع بقلق تصريحات المصريين بشأن الأنفاق. نصل إلى الخليج الإماراتية، تحذير فلسطيني من دعوات لاقتحام المسجد الأقصى. ومن صحيفة الأهرام المصرية، مجمع التحرير يستعيد خدماته واشتباكات بالمنصورة وقلق بالبحر الأحمر. ومع الصحف العربية الصادرة في لندن من الشرق الأوسط نقرأ إسرائيل تقول جربنا صاروخا لا مثيل له في العالم. إلى صحيفة القدس العربي، إسرائيل تخشى من حرب مع غزة وعودة العمليات الفدائية، وتتهم السلطة بتنفيذ مخطط يهدف لإشعال النار بالمنطقة. نصل إلى عناوين الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية، ومن صحيفة هاريتس نقرأ يائير لابيد منع أعضاء الكنيسة من حزبه المشاركة في جولة في القدس الشرقية التي تم تنظيمها من قبل ناشط يساري. إلى صحيفة يدعوت أحرنود، الضفة مشتعلة لكن اللهب كان أقل حرارة. إلى صحيفة معريف التي كتبت الأجهزة الأمنية تقول المواجهات في الضفة ستخف، ونتنياهو يدرس إمكانية إطلاق سراح أسرى من حركة فتح. وختاما بأهم الصحف الأجنبية ومع نيويورك تايمز، إيران تبدو مصممة على النهج المتشدد في المحادثات النووية. أما الجارديان البريطانية، الفلسطيني عرفات جرادات يحظى بجنازة الأبطال بعد استشهاده في السجن الإسرائيلي. وأخيرا من واشنطن بوست الأمريكية، الفلسطينيون يطلقون صواريخ من غزة على إسرائيل والتوترات تتصاعد. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ طلال عوكل من قطاع غزة. أستاذ طلال، دعنا في البداية نسأل السؤال السؤال اللحظة، هل نحن أمام انتفاضة قادمة ثالثة، أم أنه كما تقدر المستويات الاستخبارية العسكرية الأمنية في إسرائيل من أنها يعني مشتعلة ولكن لهبها أقل وسيخفو مع الوقت؟ هل تعتقد بأن الشارع الفلسطيني يتحرك بنغمة إيقاع متناغم، يعرف ما يريد، أم أنه هناك تخبط وهناك دعوات من كل طرف، من له مصلحة في التأجيج ومن له مصلحة في عودة الهدوء، وما هو الهدوء الذي يجب أن يعود أصلا طالما الوضع على ما هو؟ أنا أولا دعيني أراجع الانتفاضات والهبات الفلسطينية السابقة، لم تكن أي من تلك الهبات أو الانتفاضات بقرار من قيادة فلسطينية ما، وبالتالي يعني فحص مواقف القيادات الفلسطينية، قيادات الفصائل فيما يتعلق باحتمال اندلاع انتفاضة ثالثة أم لا، لا يغير من واقع أن الوضع الفلسطيني، الوضع الشعبي محتقن إلى حد كبير لأسباب كثيرة، يعني ليس أولها فقط فشل العملية السلمية، وإنما نجاح المخططات الإسرائيلية
في على كل المستويات، سواء فيما يتعلق بتهويد القدس أو فيما يتعلق بالاستيطان أو سرقة الأراضي أو إطلاق هذه المستوطنين ضد البشر والشجر، والآن فيما يتعلق بالأسرى. هناك أكثر من صاعق مفجر. الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني يتردى يوما بعد الآخر بسبب الأزمة المالية التي تعاني من السلطة، وأيضا بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من القدرة على الاستثمار وتوفير فرص عمل وما إلى ذلك. إذن الوضع جاهز يعني اندلاع انتفاضة، أسبابها موجودة، مظاهرها موجودة، صواعقها موجودة. وربما يعني لا يعتقد البعض أن استشهاد جرادات يشكل صاعقا بحد ذاته. احتمالات لا سمح الله استشهاد أي من المضربين أيضا سيؤدي إلى تأجيج الوضع. إنما المستوى القيادي الفلسطيني على مستوى الفصائل وعلى مستوى القيادي الفلسطيني العامة ليست في وارد يعني تشجيع أو إعطاء ضوء أخضر أو يعني دعم مثل هذه الانتفاضة. الكل يتحدث عن مقاومة شعبية، ولكن لا يريدون مقاومة من هذا المستوى على مستوى الوطن كله وخروج الشارع، لأن مثل هذه الانتفاضة ربما يصعب السيطرة عليها في إطار السياسات العامة. كيف نفهم يعني إسرائيل؟ سندخل في تفاصيل ما تريد إسرائيل على الجانب الآخر، ما تعلن وما تريد ضمنا عشية زيارة أوباما، ولكن ما الذي تريد حركة حماس هو ما لا يفهمه الشارع الفلسطيني في هذه اللحظة، في وقت يعني تطبق هي الهدنة مع إسرائيل ومتابعة المفاوضات غير المباشرة في هذه المرحلة. أنا سأبدأ أستاذ طلال ومشاهدين الكرام بأن أستخدم بعض ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك من رأي للشباب وللمراقبين العاديين، يعني الشارع الفلسطيني، نبض الشارع، وما يعني يفرز من حيرة، من تساؤل مشروع أن نستخدمه في هذا البرنامج. مثلاً أحد من كتب، كمال خليل، قال: الصداع والحيرة الفلسطينية ربما مرحليا نحتاج لنصف مخ ونصف عضلات. انتفاضة ثالثة، شعبية أم مسلحة، في الضفة أم في غزة أم الاثنين معا؟ من مستفيد؟ من متضرر؟ من مقحم؟ من محجم؟ من أعد العدة الكاملة؟ هل تصنعها الفصائل؟ هل هي مجرد رسائل للضيف الأمريكي القادم؟ أم هي مجرد هبة وتنطفئ خلال أيام؟ أم هي حركة شعبية ذاتية الدفع؟ هل نحن من يخطط لهذه الخطوة؟ أم أنها فخ إسرائيلي؟ وربما بالتنسيق مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتسليمهم الضفة، مرحلة دقيقة تحسب كل حركة فيها بميزان الجواهرجي. افعلوا ما شئتم، لكن لا يجوز أن يبقى الاحتلال ليس رخيصا وحسب، وإنما مربحا للمحتل. هذه التساؤلات فعلا يعني تستحق ومشروعة أن يتم الإجابة عليها بدقة. ماذا تجيب أستاذ طلال؟ يعني مع احترامي الشديد فعلا وقناعتي بدور الشباب، لكن أحيانا يعني تكون مثل هذه الكتابات غير مدققة، يعني لا تستند إلى حسابات سياسية دقيقة، ربما أحيانا فيها شيء من يعني التجاوز أو التحامل أو الروح الانتقامية. يعني بطبيعة الحال الكل من حقه أن يسأل، وأنا بالمناسبة واحد من الناس الذين يصدقون نبض الشارع، يصدقون تماما الحس الشعبي العام، لكن هل هذا هو الحس الشعبي العام يعني كما ورد؟ أنا أظن أنه الآن حسابات حركة حماس تجاه كل الجاري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لا تذهب إلى تأجيج الصراع في الضفة الغربية، حتى لو كان ذلك يعني في وجه السلطة التي تناوئها، والطرفان الانقسام معروفين حتى بهذا المعنى، لأنه الحسابات تذهب إلى ما هو أبعد. هل ترغب حركة حماس أو تستطيع في أن تتحمل مسؤولية الضفة الغربية في ظل وجود الاحتلال؟ أنا أعتقد بأنه أيضا حركة حماس
الملتزمة بالتهدئة تعرف بأنه أي دور لها كبير في تأجيج الحركة الشعبية وحركة الشارع في الضفة الغربية سترد عليها إسرائيل بشكل انتقامي في قطاع غزة. نعم، هذا ما قاله شمعون بيرس خلال جولته. صحيح، شمعون بيرس خلال جولته للجنوب جنوب إسرائيل قال بأنه على حماس أن تعي بأن الهدوء سيقابل بهدوء، والتصعيد أو التوتير سيقابل، وإطلاق الصواريخ سيقابل بالرد. تسمحي لي بس بالنسبة لهالنقطة، إسرائيل وشمعون بيرس يكذبون، هم يحضرون شيئا لقطاع غزة. التهدئة التي وقعت خرقت منذ اليوم الأول وما تزال تتعرض لخرقات، حتى صواريخ اليوم، يعني الصواريخ اللي هي رسائل ليست أكثر وليست يعني صواريخ حسابات سياسية. إسرائيل تحضر لعدوان على قطاع غزة لأنها لا تستطيع أن تبتلع الإهانة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي وهو الذخر الاستراتيجي لإسرائيل. إذن في كل الحالات يعني غزة معرضة للعدوان، ولكن إسرائيل الآن يعني تخشى أكثر شيء ما تخشى في هذه الآونة هو اندلاع الانتفاضة في الضفة الغربية، لأن الوضع في قطاع غزة يعني لديه قيود وحدود معينة لا تسمح بالاشتباك المباشر إلا إذا أطلقت الناس يعني العنان للعمل المسلح، وهذا أظن أن حساباته يعني غير مقبولة لدى الفصائل السياسية حتى الآن، بما في ذلك يعني حركة فتح، والكل مقتنع بأهمية وأثر المقاومة الشعبية، لكن هذه مركزها في الضفة وليس في قطاع غزة. مركزها في الضفة وقطاع المقاومة الشعبية تقول؟ نعم. طيب، دعوات حركة حماس للتصعيد كيف نفهمها؟ الاصطفاف حركة حماس مع الشعب الفلسطيني. أنا لا أريد أن أحول المسألة بالمناسبة، ولكن ما يجري على الفيسبوك بصراحة أنا كمراقبة يذهب بهذا الاتجاه، وكأن كل طرف يريد أن يحسب نقطة على الآخر. يعني بعض الكتاب، بعض الشباب على الفيسبوك، أحدهم قال بأنه كنا نتوقع بعد خبر استشهاد الأسير عرفات جرادات أن تنطلق صواريخ المقاومة من قطاع غزة على إسرائيل، ولكننا لم نسمع منهم شيئا إلا دعوات لتأجيج الوضع في الضفة. هناك من يريد أيضا التصعيد في الضفة الغربية، مش بس من حماس، من غيرها. هل ضبط الإيقاع، أنا هذا السؤال الأساسي، ضبط الإيقاع مطلوب من أن يقوم بضبطه؟ وهل يمكن أصلا ضبط الإيقاع إن من فلتت الأمور؟ يعني دعيني أفرق بالمثال الآتي، عندما يدعو طلال عوكل الناس في الضفة الغربية لتصعيد النضال والمقاومة الشعبية ضد إسرائيل، صدقيه أكثر من أن تصدقي الفصائل. تدعو من الفصائل؟ الفصائل المدعوة هي للعمل، يعني لا يمكن أن نقبل من فصيل أن يدعو للتصعيد وهو المعني بالتصعيد. لماذا لا يصعد؟ لماذا ينتظر ليقول أنني صعدت ويعمل على الأرض ثم يدعو الآخرين للتصعيد؟ هذا غير حاصل. لكن في الساحة الفلسطينية يعني نعرف المناكفات ومناخات، يعني تسجيل النقاط كل طرف على الطرف الآخر. على كل حال، أنا من وجهة نظري يعني كسياسي أيضا، أنا أعتقد بأنه الوقت مناسب جدا لتوسيع دائرة التصعيد الشعبي المقاوم الشعبي ضد إسرائيل، حتى يأتي الرئيس أوباما وهو يلمس ويرى ويسمع بأنه هنا أزمة تحتاج إلى تدخل دولي. إذا لم يحصل هذا فهو سيأتي يعطي الأولوية للملف الإيراني، يعطي الأولوية الثانية للملف السوري، وربما للملف المنطقة، ويتجاهل يعني ملف الصراع وملف القضية الفلسطينية. نعلم جميعا بأن المفاوضات مع إسرائيل حتى لو وصلنا إلى هذه النقطة تحتاج إلى وضع نضالي فلسطيني لا يؤدي إلى انتفاضة أقصى أخرى. لا نريد العودة إلى استخدام السلاح، لأن إسرائيل هي الرابحة في هذه الحالة. نريد استخدام توظيف طاقات شعبنا المحتقن ضد الاحتلال من أجل أن نقول للعالم هنا أزمة، هنا تهديد للمصالح، إذا استمر الوضع على ما هو عليه تفضلوا وتدخلوا من أجل
معالجة هذه الأزمة، وإلا ستظل إسرائيل في حالة الهدوء تنفذ كل ما تريد كما هو حاصل فعليا على الأرض بدون أن تجد عقبات. لماذا يتدخل الأمريكيون والأوروبيون إذا كان الفلسطيني لا يصرخ؟ والصراخ طبعا يعني ليس تصريحات إعلامية ومناشدات وما إلى ذلك، الصراخ صراخ على الأرض. صحيح. كيف نفهم هذا يعني من الجانب الفلسطيني، وأنه يجب أن نصرخ حتى نفرض على العالم أن يتدخل ويلجم إسرائيل؟ طيب، وعلى الجانب الإسرائيلي نرى أيضا تصعيدا مفتعل، يعني حتى طرق مواجهة المسيرات والمظاهرات بدأ عليها التصعيد، استخدام الرصاص الحي، استخدام الرصاص المطاطي اللي هو الغطاء خفيف بلاستيكي وليس مطاطي للطلقة المسمى بالتوتو، هذا يستخدم في المسيرات الحالية. إصابات خطيرة في الرأس أصيب فيها فتى من مدينة بيت لحم، أيضا إصابات في مناطق حساسة من الجسم قد تؤدي إلى الوفاة. ما الذي يجري أيضا من الجانب الإسرائيلي؟ يعني في إعلامهم يتخوفون من الانتفاضة الثالثة ويطالبون بعودة الهدوء، ومن ناحية أخرى ما يمارس على الأرض تصعيد يودي إلى ما هو أكبر فقط من يعني الغضب الوقتي إن صح التعبير، وإنما تصعيد لشيء أكبر. أولا، إسرائيل لا تسأل عن رغبتها في الانتقام، رغبتها في استخدام العنف، عن عنصريتها، عن إرهابها، من حيث المبدأ لا تسأل عن ذلك. لكن في هذه الحالة هم يستخدمون العصا والجزرة. العصا تستخدم بالمعنى التي تفضلت به في السؤال، وهو الضغط من أجل يعني خلق حالة من الرعب، حالة من الخوف، يعني جراء الثمن الذي يمكن أن يدفعه الفلسطينيون في حال جرى تصعيد هذه الحالة الشعبية. وبنفس الوقت يفرج نتنياهو عن أموال الضرائب الفلسطينية بشرط التهدئة، بشرط أن تحصل التهدئة. العصا من ناحية والجزرة من ناحية، لكن أعتقد بأن إسرائيل لا ترغب في أن يأتي أوباما إلى المنطقة وهو يلاحظ تأجيجا في الصراع. لذلك هي ما أحيانا تطفئ النار بوسائل يعني يمكن أن تؤجج النار، لكن هي مدركة بأن عليها أن تستخدم العنف وأن تواصل اتصالاتها مع السلطة من أجل أن تتدخل السلطة لضبط حالة العنف الجارية. طيب، مسألة لجنة التحقيق الدولية التي طالب بها على مستوى القيادة الفلسطينية السيد الرئيس اليوم وأمس تحدث عن الموضوع، الأمم المتحدة أيضا قالت بأنها تؤيد هذا الإجراء وستفعل وستعمل على عمل لجنة تحقيق محايدة لكيفية قتل أو كيف قتل الشهيد الأسير عرفات جرادات، وإن كنا نحن نعلم يعني بالنهاية كما نعلم كل جرائم إسرائيل أنها هي المسؤولة الأولى والأخيرة، ولكن هذه الدعوات أيضا الجامعة الدول العربية أيدت مثل هذا الكلام، هل سيفضي لشيء؟ وهل عضوية فلسطين الدولة المراقب في الأمم المتحدة يمكن أن تحرك هذا الملف إلى الأمام أكثر؟ وفي ضوء أيضا الحراك الأمريكي، هل يمكن أن يدعم هذا الملف أكثر؟ شوف، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل 3 أو 4 أيام كان له تصريح يقول بأن دولة فلسطين العضو يعني غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، يحق لها أن تحضر وأن تشارك في كافة المجتمعات والإدارات والمؤتمرات وما إلى ذلك. بقي على الفلسطينيين أن يتقدموا بطلبات الانضمام للمؤسسات الدولية مثل ما حصل في اليونسكو. وأعتقد أن لديهم الحق القانوني والأساس القانوني لكي ينضموا إلى هذه المؤسسات، ثم يدفعوا ملفاتهم إلى المحاكم التي يمكن أن تصدر عنها قرارات تلاحق إسرائيل بالعقاب. حتى الآن يعني أنا لا أقول بأنه يعني تشكيل لجنة تحقيق دولية ليس ذي فائدة، بالعكس هناك فائدة، هناك فائدة
من لجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان. هناك فائدة بتقرير جولدستون بما صدر عن محكمة العدل الدولية، هناك فائدة لأن هذا كله يهيئ المناخ الدولي ويرفع من مستوى وعي المجتمع الدولي تجاه ما ترتكب إسرائيل، وربما يؤدي إلى عزلها أكثر فأكثر. لكن التأثير في السياسات الإسرائيلية يحتاج إلى آليات، آليات فاعلة، آليات جدية تضع إسرائيل في قفص الاتهام. هذه المسألة، السلطة لم تبدأ بعد رحلة الانضمام إلى هذه المؤسسات وتقديم مثل هذه الملفات، يعني على النحو الذي يمكن أن ينقلنا من حال إلى حال آخر. وأظن أن الأيام القادمة، ربما الأشهر القادمة، ستضطرنا إلى اللجوء إلى هذا المحفل، لأنه لن يكون أمامنا ما نقارع به إسرائيل طالما أننا منقسمون على النحو الذي نحن فيه. طيب زيارة أوباما أستاذ طلال في على ضوء هذه الأوضاع، إن استمرت أو حتى بمجرد الأحداث التي وقعت إن لم تستمر، ماذا نتوقع في وقت يقول جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس أوباما لن يعرض خطة سلام على إسرائيل والفلسطينيين الشهر المقبل لكنه يعتزم أن يصغي؟ قال كيري: لن نذهب ونطرح بقوة خطة ونقول للكل ما عليهم أن يفعلوه، أنا أريد أن أتشاور والرئيس يريد أن يصغي. شو يعني؟ يعني هذا الملف كله، هذا الموضوع كله منذ أشهر وهو يتم تداوله على المستوى المحلي والدولي، يعني الكل مات قريب من فكرة أن الأوروبيين بدأوا يصعدون لهجتهم الانتقادية لإسرائيل ويتخذون بعض الإجراءات العقابية، على الأقل فيما يتعلق ب يعني المواد الغذائية الصادرة من المستوطنات بإشارات أمريكية، وأن هناك تنسيقا أمريكيا أوروبيا ربما ينتج عنه مبادرة يطرحها الاتحاد الأوروبي تدفعها الولايات المتحدة من أجل تحريك المفاوضات مرة أخرى. لذلك يعني نعم هو جاء يعني ليسمع، ولكن لا أظن أنه سيتوقف عن تقديم الإرشادات والنصائح ذات المعنى، خصوصا وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة يعني نتنياهو يقول أنه مستعد للذهاب إلى المفاوضات يعني بسرعة وبدون شروط. قبل فترة قال نحن ملتزمون بعملية السلام. نائب وزير الخارجية الإسرائيلي آلون قال أننا أصحاب مصلحة في انضمام فلسطين، دولة فلسطين كامل العضوية في الأمم المتحدة شرط كذا. المناخ يعني في إسرائيل يتحسب لذلك، ولهذا يحاولون ترطيب العلاقات مع الولايات المتحدة ويعني عدم تقديم ردود صعبة في وجه باراك أوباما هذه المرة. إذن أعتقد أن هناك شيئا يتحرك وأن الإدارة الأمريكية بصدد يعني أن تبذل جهد أكبر، جهد نوعي تجاه هذا الملف، ولكن بدون أن يراهن أحد بأن السياسة الأمريكية، المواقف الأمريكية ستتغير لصالح الفلسطينيين. طيب، كيف نفهم ما قاله مستشار الكونغرس الأمريكي؟ مفاوضات في حزيران القادم كحد أقصى وشكلها غير واضح حتى الآن. هذا المستشار هو وليد فارس، مستشار الكونغرس الأمريكي، قال بأن هناك رغبة للرئيس الأمريكي بتحريك ملف المفاوضات خاصة بعد ما حدث بسوريا ومصر، وأضاف أن الهدف من الزيارة المرتقبة الشهر القادم تقوية جبهة السلم في المنطقة من خلال دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض، ولكنه قال أن المواجهات التي حدثت بين حركة حماس وإسرائيل في نهاية العام الماضي عقدت الأمور بالنسبة للرئيس، كونه اعتقد أن يكون الموقف الفلسطيني موحدا، ولكن التدخل المصري إلى جانب حماس من ناحية وعلاقة الولايات المتحدة ومصر مع السلطة الفلسطينية من ناحية أخرى شكلت مربعا للبحث في الحد الأدنى لمطالب الطرف الفلسطيني، مبينا أن الحد الأدنى يتعلق بكافة الأطراف الفلسطينية وليس فقط السلطة الفلسطينية. ماذا نفهم مما قاله هذا الرجل؟ يعني ما هذه أولا هناك إشارة بأن هناك شيء يتحرك، هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن بعض القيادات الفلسطينية لم أكن مخطئا
الدكتور صائد عريقات تحدث في وقت سابق عن مفاوضات تستمر لفترة محددة 6 أشهر وتنتهي. هذه المبادرة العربية، هذا ما تحدث عنه، بأن الوفد العربي سيطرح ذلك على الولايات المتحدة، وقيل بأنه سيتوجه إلى واشنطن، ولكن لم نسمع أنباء بعد هذا الخبر. وست الاتصالات ما هي جارية من تحت الطاولة بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الخليج بالدرجة الأساسية منذ بعض الوقت حول هذا الموضوع. لكن يعني الحديث عن سياسة الحد الأدنى وعن تعقيدات الموضوع وإلى آخره بالمعنى الذي ذكر يعني في حديث المستشار فارس، ما أعتقد أنه يذهب إلى غموض غير مفهوم. لكن أنا أفهم بأن الانقسام الفلسطيني على هذا النحو هو واحد من تعقيدات الأمور. لماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحدث الإسرائيليون إلى طرف فلسطيني يتحدث بلغة السلام؟ وهذه ناقصة بسبب الانقسام وبسبب يعني البرنامج المختلف لحركة حماس. هم كانوا يعتقدون بأن التدخل المصري يعني على هذا النحو سيؤدي، مع بالإضافة للتدخل أو يعني الدور التركي والقطري، إلى نقل حركة حماس من مربع برنامج المقاومة كما تقول إلى مربع العملية السلمية وإلى آخره. هذا لم يحصل حتى الآن، وبالتالي هذا هو التعقيد الأساسي، وهو تعقيد في غير صالح الفلسطينيين أيضا. بمعنى حتى لو طرح موضوع المفاوضات، يعني كيف سيكون حال الفلسطيني وهو يذهب إلى هناك ليسمع من يقول له أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في غزة، أنت لا تمثل كل الفلسطينيين وما إلى ذلك. يعني هذا سيضعف الموقف الفلسطيني على كل حال. أما الوجهة العامة الأمريكية أعتقد أنها بصدد تحريك هذا الملف. طيب، هل تتوقع سيناريو ما أستاذ طلال في الختام على مستوى الميداني وعلى المستوى السياسي؟ يعني تحدثت حول زيارة أوباما، ولكن ميدانيا هل تعتقد بأنه أو هل توافق بأنها هبة مرحلية وستنتهي أو ستخبو كما تقول المخابرات الإسرائيلية أو المحافل الإسرائيلية الأمنية، أم أنه استمرارها وارد وضبطها وارد؟ يعني كل السيناريوهات مطروحة، لكن أنا أرجح بأن القراءة الإسرائيلية هي قراءة مدققة معتمدة على وعود، معتمدة على تفاهمات، ربما على طلبات إلى آخره، ستؤدي في النهاية إلى أن نكون أمام هبة مثل هبة النفق وليس أمام انتفاضة مثل انتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 87. إذن يعني هي أيام، وأعتقد أن تدخل سياسي ما سواء من قبل السلطة أو من قبل الفصائل سيؤدي إلى تراجع الحالة الشعبية وتحجيمها في اعتصام هنا واعتصامات هناك، هذه الاعتصامات الروتينية التي ترافق ملف الأسرى والإضراب الكبير الذي يخوض الأسرى. شكرا لك الأستاذ طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي، حدثتني من قطاع غزة. شكري الجزيل لك. شكرا. مشاهدينا تحياتي لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث. كما قلت في البداية بأننا سنستخدم بعض من تعليقاتكم التي تتداولونها على الصفحات الفيسبوك، وذلك من باب إجابة على التساؤلات من ناحية، أو إدخال رأي عامة الناس، شبابا ورجالا، شيوخا ونساء، طبعا أطفالا يعني شوي في برنامجنا مش، ولكن لإشراككم ومحاولة فعلا جسر الهوى بين ما تتناقلوه في الفيسبوك وبين ما يقدم من تحليلات سياسية في برنامج دائرة الحدث. شكري الجزيل لكم، أراكم في الغد. تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا. دمتم بخير وإلى اللقاء.